مساء الخير على احلى مشاهدين ومشتركين في قناه عهد الاجهزه الكهربائيه. مساء الخير عملاءنا الكرام، النهارده رجعنا لكم فيديو جديد. وفيديو النهارده معانا سخان غاز 10 لتر كريازي. السخان الغاز ده مشكلته ان احنا مجرد ما بنشغل الميه السخان بيولع ويروح فاصل مباشره، وبيجيب اي على الشاشه، بيجيب اورور ان هو في مشكله، بيفتح الميه يلقط وبعد كده يفصل على طول. هنصلح السخان واحنا مع بعض، بس خلينا الاول اشكر كل الناس اللي بتدعمنا بلايك او باشتراك او بتعليق في القناه. وبقول للناس يا جماعه بعد اذنكم، لاول مره يشوف فيديو النهارده واستفاد معلومه انزل اضغط على الاشتراك، هتلاقي كلمه اشتراك بالاحمر، خليها بالاسود وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد، واشتركوا في القناه وانضموا للعائله بتاعتنا الناس المحترمه اللي معانا. يلا بينا ندخل على الفيديو، هنفك السخان واحنا مع بعض وهنشوف المشكله فين وهنصلحها واحنا مع بعض، وهوريكم برضو العطل بيحصل ازاي على اساس ان انت لو عندك سخان وعايز تصلحه هتعرف تصلحه. يلا بينا وهنفك السخان واحنا مع بعض يا جماعه. والمشكله دي اللي احنا بنشتغل فيها هما تلات اسباب بيعملوا المشاكل دي اللي في السخان، وهنقول لكم ايه. انت لو عندك مشكله في السخان الجاز، اذا كان كريازي او فريش او يونيفرسال، بتولع بتفتح الميه السخان بيولع بيضرب بيعمل صوت عالي بوك، هتكون المشكله في الرداخ، وهنفك الرداخ في الفيديو ده وهنوريك ازاي تغير كوتشة الرداخ. طيب لو السخان بيولع وبيفصل بعد ثانيتين تاني وبيفضل يتكتك، ممكن برضو تكون المشكلة في الرداخ، يا اما السويتش يا اما مكنة الاشعال. في حاجة تالتة، السخان ما بيكملش الوقت بتاعه المطلوب منه، بيفصل النار لازم تقفل المية وتفتحها، بتكون مشكلة في الترموستات بتاعة الحرارة اللي هي بتكون على السربنتينة بالشكل دوت. هنا في الترموستات دي في سلكة مقصوفة فيه، تمام. ممكن الترموستات ديت يا جماعة تتلغي وممكن تتغير، ففي تلك الأحوال مفيش أي مشكلة. بالنسبة لو أنت لغيتها، طب هنلغيها إزاي؟ الكليبستين السلكيتين دول هنخلعهم وهنلبسهم في بعض. لو حابب تغير الترموستات دي مفيش أي مشاكل برضو لو غيرتها. طيب احنا دلوقتي هنحل مشكلة السخان اللي معانا دي. السخان اللي معانا ده مشكلته إن هو بيتك مرة يلقط ومرة ما يلقطش، عند سويتش الإشعال ده بيعلق يا جماعة، تمام. فلازم ناخد بالنا من النقطة دي، السويتش الإشعال ده لو فيه مشكلة هيخلي السخان يعلق معاك، يعمل صوت التكتكة مرة وما يعملهاش مرة كمان، فهو لازم نغير ده. بعض احيانا بيكون نازل عليه مية زي ما احنا شايفين، المية دي بتعمل فيه المشكلة دي بتخليه يعلق، وبعض احيانا بيفصل خالص. يعني انت لو عندك سخان فصل خالص مش بيدي الإشعال، هيكون المشكلة في السويتش ده، بتغير السويتش ده على طول مباشرة، هتلاقي السخان اشتغل معاك 10 على 10. ونقفل السويتش ده لعدلة وقلبة في التركيب، نفس ما تفك القديم تركب الجديد بالطريقة بتاعته ديت يا جماعة، علشان خاطر ان انت السويتش ده بيفتح مع ضغط المية وبيقفل مع ضغط المية، بيفتح لدائرة الإشعال وبيقفلها دائرة الإشعال. كمان في مشكلة في السخان دوت، لو ظهرت عندك المشكلة دي بتغير ضفيرة الإشعال كلها، مكنة الإشعال كلها، اللي هي ايه؟ لو انت الكهرباء فاصلة عندك في السخان نهائي، مفيش إشعال، وغيرت السويتش الإشعال دوت وسويتش الإشعال بيفتح ويقفل مع المية ومفيش أي كهرباء أو أي هشارز، بتكون عندنا المشكلة في مكنة الإشعال، تمام. احنا غيرنا السويتش، هنوري الناس في حالة ان انت لو حابب تغير كاوتشة الرداخ للسخان، ويفضل ان انت لو ظهرت عندك المشكلة اللي ظهرت عندنا ديت تغير مع السويتش كاوتشة الرداخ. بتتفك بالشكل دوت، بتفك علبة البطارية، تمام. مش لازم تفك الصمام المية والغاز طرمبة كلها يا جماعة، هنفك صمام المية بس. بنفك مسمارين السربنتينة اللي هما من على الجنب، في 4 مسامير في الصمام بتاع المية او طرمبة المية ديت، بنفكهم بطريقة كويسة، بنخلي بالنا ان المسمار ما يهرش الرز بتاعته مننا علشان خاطر وانت بتربطه. بنفك 4 مسامير، هيطلع معانا القلب بتاعنا في مسمارين من تحت، لا فكهم. ده اسهل طريقة لفك صمام المية بتاع اي سخان كريازي او يونيفرسال او فريش، نفس الفكرة يا جماعة. دي كاوتشة الرداخ. كاوتشة الرداخ دي يا جماعة مش بتاعة السخان ده، متغيرة قبل كده ومش متركبة الكاوتشة بتاعته، دي كاوتشة سخان يونيفرسال بس في ناس بتركبها لكريازي. احنا هنركب الكاوتشة بتاعتنا الأصلية بتاعة السخان. يبقى احنا عندنا في السخان دلوقتي التلات قطع دول هما سبب
أكبر نسبة مشاكل في السخان، وكل مشكلة وليها قطعة. هذه الكاوتشة الأصلية يا جماعة اللي احنا جايبينها الجديدة فيها بنزين من هنا، بيمسكوا في الطبق الرداخ بتاع السخان اللي هو الاستانلس، ولكن اللي كانت راكبة مش بتاعتها، فيا ريت اللي يشتغل في حاجة يجيب قطعتها الأصلية ويركبها. بتركب بالشكل دوت يا جماعة. واللي لسه بيشوف الفيديو بتاعنا لحد الآن، انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد من فيديوهاتنا. تمام. الكاوتشة ليها طريقة تركيب بالشكل ده، الودنين دول بيدخلوا في ضفرين، بس الطريقة دي بتكون صعبة يا جماعة، وأنا ما بفضلهاش في التركيب. بجيب ايه؟ بجيب الجزء اللي انا فكيته ده اللي هو جزء الصمام ده، وريح الكاوتشة فيه بالشكل ده، كاوتشة الرداخ وطبق الرداخ بتاعي بالشكل دوت، ببيته كده ركب معايا، ببيته في جزء بقى الصمام التاني بالشكل ده، بيكون معاك سهل جدا. ولكن انت لو حطيت الكاوتشة بالطريقة الاولانية، ممكن وانت بتقفل الصمام الكاوتشة ما تجيش في المجرى بتاعتها، تعض الكاوتشة تتقطع، تبقى كده انت ما حلتش مشكلة، السخان مش هيشتغل معاك، لازم ناخد بالنا. طب تمام، احنا بنربط المسامير دي لازم ناخد بالنا من حاجة يا جماعة، واحنا بنربط مسامير الصمام المية دوت عشان كوتشة الرداخ ما تبص منك، لازم تربط المسامير نظام صليبة، مسمار عكس مسمار، لحد ما تقرط وتجمع المسامير كلها مع بعض علشان خاطر الصمام يقفل مع بعض الشفة على الشفة، ما يحصلش مشكلة معانا بعد ما تغير الكاوتشة ويسرب منك مية. شايف الجزء ده كل ما انا بربط على المسمار بيقفل معايا الصمام بالشكل دوت. تمام، انا قفلت المسمارين دول قبل بعض، هقفل المسمارين دول قبل بعض كده، انا يكون الصمام عندي اتقفل بشكل كويس. اتأكد 1000000% ان انا لما هوصل المية مفيش تسريب هيحصل معايا للسخان، اربط المسمارين اللي ماسكين الصمام، وبعد كده ابدا اقفل الوصله بتاعه السربنتينه ديت، اقفلها كويس واتاكد ان السي بتاعها الجلده بتاعتها موجوده، واربط برضو المسمار بتاعها، هما مسمارين. بالمناسبه سخان غاز كريازي من انضف انواع السخانات اللي موجوده في السوق ومن اسهل الصيانات، بس اهم حاجة تركب قطعة الجيار الاصلية بتاعتك. يبقى احنا كده في السخان ده غيرنا كوتش رداخ، غيرنا ترموستات، غيرنا سويتش اشعال. يبقى كده انت لو اتفرجت على الفيديو دوت هتعرف تصلح السخان كله عندك في البيت. احنا كده قفلنا كل حاجة، بطارية علبة البطارية قفلناها. تمام، هنقفل السخان واحنا مع بعضينا برضو، احنا قفلنا السخان، هنجرب السخان كده من غير ما انا اعلقه. تمام، عشان ما اطولش عليكم على الفيديو، مجرد من انا بدوس على الاشعال كده السخان اهو بيشتغل معايا 10/10 والدنيا تمام. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا جماعة اللي ما اشتركش في القناة ينزل يشترك في القناة ويفعل زر الجرس، وانتظروا فيديوهاتنا القادمة كلها. وسلام على احلى مشاهدين مشتركين في قناة احدث الأكاديمية.